عبد الباسط. أسماء تعالي هنا حتى لا تراكي صاحبة العظمة. أريد أن أقابل الإمبراطور، لقد أخلف موعده معنا مرتين وأحب أن أطمئن عليه. سأخبره، تعالي معي. انتظري هنا حتى لا يراك أحد. اكتشفت اكتشافا عظيما. هل استطيع ان اسعد بسماعه؟ اكتشفت ان فريدريك اذا شرب كاسا او كاسين يصبح اطوع لك من بنانك. هذا حق يا كونتيسة؟ نعم، لقد جربت ذلك يومين متتاليين، وكان على موعد مع أصدقائه العرب. ثم قدمت له كأسين وطلبت منه أن يرجئ موعده معهم ولا يذهب إليهم، فأجابني إلى ما سألته. ذلك اكتشاف هائل، سيسهل لنا أمورا كثيرة في الغد القريب. وقضيت الوقت في الحديث عن ذكريات أمي، وكان سعيدا ولم يذكر أصدقاءه إلا في اليوم التالي. وقدمت له كأسا فغير من عزمه وطلب مني المزيد عن ذكريات أمي. كأس واحدة جعلته يتغير هكذا؟ أتحب أن أجرب نصف كأس؟ لا لا لا، ارتفعي بالعدد ولا تهبطي به أبدا، إن أمامنا أشياء كثيرة يعارضها بقوة. أشياء كثيرة؟ نعم أشياء كثيرة، مثل حرب العرب على أرض مصر والحرب الصليبية التي يريد المجمع أن يقوم بها ليتزوج في بيت المقدس بعد استردادها بحملته وإبادة العرب وإجلائهم عن هذه الجزيرة. بوسعك أن تطمئن الآن، سيصبح كل ذلك سهلا ميسورا بعد أن عرفت الوسيلة التي يقبل بها الأشياء أو يتركها، كأس أو كأسان أو ثلاث أو أربع. إنك تقدمين باكتشافك هذا أعظم خدمة للرب في حربه المقدسة. سأعود على الفور إلى المجمع لأطلعهم على هذا السر الخطير. لقد أصبح فريدريك المتمرد الذي أراد العرب شراءه بثمن بخس بكلمات فارغة أصبح في قبضة يدنا بزجاجة واحدة من الخمر المعتق. وهل انتهيت من التفكير في الأمر الذي عرضته عليك؟ نعم يا صاحب الجلالة. وما الذي انتهيت إليه؟ قررت أن أصحبك إلى أي مكان تشاء. لم أتوقع هذا. أنا أسعد إنسان بقرارك هذا. كنت كالتائه حينما كنت أفكر أنك ستغيبين عن حياتي. سأفعل ذلك بالرغم من ارتباطي الذي تعلمه. كل ارتباطاتك لا عندي كل تقدير واحترام. مهلا لحظة. انظري. ما هذا؟ لقد سبقتك وأعددت القرار الإمبراطوري بتعيينك وصيفة أولى للإمبراطورة. أنسى اسمها دائما. أتحب أن أذكرك به؟ نعم لو سمحت. إنها صاحبة الجلالة الملكة يولاند.
نعم ذلك واسمها. لقد بعثت إليها لتحضر إلى هنا ليتزوجها، ومن أجل ذلك أجلت موعد سفري إلى ألمانيا. ألم يطلب المجمع أن يكون زواجكما في بيت المقدس؟ المجمع يريد أن أخوض بحرا من الدماء قبل أن أضع يدي في يد عروسي، وأنا أرفض هذا. لهذا حددت لها 10 أيام لتحضر إلى هنا إن كانت حقا تريد أن تتزوجني. لماذا تضحكين؟ زواج مثير. عندنا المرأة لا تسعى إلى الرجل الذي تقترن به. لكني لست رجلا عاديا، أنا إمبراطور. حتى لو كان إمبراطورا. والآن أتسمح لي بالانصراف؟ تفضلي. أسماء، أشكرك، أشكرك لأنك جئت إلي بأسعد نبأ سمعته من سنوات طويلة. إنما أؤدي واجبا. واجب؟ ولم لا؟ أشكرك مرة أخرى. بإذنك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فما الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. رائع رائع. والآن بعد أن سمعت منك هذا الشعر الجميل أسأل نفسي، لماذا لا نعقد مجالس العلم هنا كما كنا نفعل في القاهرة؟ هل تعقد مجالس العلم بدون علماء؟ نعتبر نفسي أنا وأنت من العلماء. إنك عالم لا شك في هذا، ولكن الأمر بالنسبة لي يبدو بعيدا. أنا قانع بما عندك وأراه نافعا لي، لأنك اتجهت في المعرفة إلى اتجاه لم أطرقه أنا، ومن أجل ذلك ستكونين بالنسبة لي عالمة في هذا الاتجاه، ويسرني أن أتعلم منك. إنك ترفعني إلى السماء وقد يصيبني الدوار. لقد عبرت لك عما في نفسي حقيقة يا ابنتي. سأظل تلميذة لك مهما حصلت. إذن سأكون سعيدا جدا عندما أستمع إلى تلميذتي. هل يرضيك هذا؟ على هذا الأساس لا بأس، ولكن ماذا بالنسبة للحرب؟ لقد نسينا أمرها ونحن نتحدث هذا الحديث. لا، إننا لن ننساها أبدا يا ابنتي، لأنها تتربص بنا، ولكننا لا ننسى أيضا حياتنا التي نقف مدافعين عنها بكل ما نملك، وحياتنا العلم والمعرفة وعمل الخير من أجل إسعاد الآخرين. لن ننسى ذلك أبدا ونحن نحارب المعتدين المتربصين بنا. دائما أتساءل لماذا لا تمحى الحرب وتختفي من حياة الناس إلى الأبد؟ كدت أنسى. لقد فاتني ذكر الحب إلى جانب العلم والمعرفة وفعل الخير، كان واجبا عليك أن تذكريني به. ولماذا تراه واجبي؟ صارحي عمك يا نعمة، بل أباك، ألم يطرق الحب قلبك مع كل هذا الشعر عن الحب في أسمى مراتبه؟ مولاي الملك الكامل جاء شماي. دعه يدخل. سمعت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل جئتنا بالأخبار السارة؟ هل علمت يا مولاي أن الإفرنجي هدم الجسر الذي أقمناه؟ يبدو أنه يفضل دائما أن يبدأ بالسيء من الأنباء. نعم علمت يا شمال. علمت؟ كيف علمت يا مولاي ولم يتم هدمه إلا اليوم؟ لأن عيوني التي عليهم لا تنام لحظة واحدة من ليل أو نهار. هل يعني هذا أن الطريق إلى القاهرة أصبح مفتوحا أمام سفنهم؟ بالأمس عند الفجر أغلقناه يا شمائل، عندما أغرقنا في عرض النهر 20 سفينة محملة بالأحجار، يستحيل معها أن تمر أي سفينة أخرى. أتمنى لو عدت إلى دمياط لأطمئنهم، أصبحت قلوبهم على القاهرة أكثر من ما هي على دمياط. هذا كتاب أرسله إلى الحاج سليمان، أخبره فيه عن كل شيء وعن خططنا عن المستقبل بإذن الله. وهذا الكتاب حملني إياه لمولاي، كدت أنساه. ألديك أنباء أخرى؟ نعم عندي، ولكنها ليست سيئة. هل عاد يوسف وأمينة؟ وعبدة، عادوا جميعا، وكان مقررا أن تحرق عبدة في الصباح. تحرق؟ تحرق؟ كيف تحتمل قلوبهم رؤية إنسان يحرق؟ احتملت قلوبهم الكثير من رؤية ذلك يا مولاتي. تمنيت لو طرت إليهم لأهنئهم بالعودة والسلام. إننا متيمون بحب دمياط وأهلها، ولن نصبر على فراقهم طويلا. أبلغ ذلك إلى كل فرد فيهم. سيكون ذلك أسعد الأنباء. هل بقي شيء؟ انتظر حتى أقرأ كتاب الحاج سليمان. هل رأيتهم حين عادوا؟ نعم. يا لها من لحظة، لحظة عودة الابن إلى أبيه وأمه بعد أن خطفه من لا قلب له. أرجو أن تبلغ سلامي إلى يوسف وأمينة. إن شاء الله. الحاج سليمان يذكر هنا كيف عادوا أبناءنا إلى ذويهم، وكيف رجعوا ومعهم قائدان كبيران وجندي كان يحلم بمائدة عظيمة هنا على أرضنا. لقد أهدروا كل ما صنعت، لقد كفوني على حياتي التي أحياها هنا ما يقرب من عام، أحيا أسوأ حياة يعيشها ملك. إننا جميعا نخدم الرب، وأرجو أن نأخذ الأمور بهدوء لأنه وحده الذي ننتظر منه الجزاء. أي هدوء تطالبني به يا صاحب الفخامة؟ كيف أعزل؟ كيف أعزل وأنا أقود جنودي في أقصى معركة شهدت هذه الحرب؟ أنا لا أعترض على اختيارك قائدا عاما، ولكن أن ألقى هذا الجزاء فهذا أمر يؤسف له. أرجو أن تقدر الدوافع التي دفعت المجمع الكبير إلى اتخاذ هذا القرار الصعب بالنسبة لك. أية دوافع تهدرن بها كرامة ملك بين فرسانه وجنوده على هذا النحو؟ إذا لم يكن العدل رائد مجمعنا الكبير مقدس، فأين ننشد العدل؟ إذا سمحت لي حدثتك عن الدوافع التي من أجلها اتخذنا هذا القرار. لقد جئنا إلى هنا لنستولي على القاهرة ومصر كلها، لنأخذ منها مفتاح بيت المقدس الذي سبق أن أخذه صلاح الدين. ألم يكن هذا اقتراحكم؟ بلى، وما زلنا نتمسك به رغم كل شيء. فماذا فعلتم لتحققوا هذا الهدف النبيل؟ وقفتم عاما بطوله أمام دمياط، لم تتحركوا خطوة إلى الأمام. وماذا نصنع؟
كلما أزلنا عائقا أقاموا عائقا أشد ضرارة منه. لقد حطمنا البرج والسلسلة في 6 شهور يا صاحب الجلالة، ومعكم 400,000 رجل تستطيعون بهم غزو عالم باسر. وأقاموا جسرا، أقاموه في أيام واستغرق هدمه منكم 3 شهور. والآن نواجه طريقا مسدودا بإغراق تلك السفن المعبأة بالصخور في عرض النهر. واكتشفتم عجزكم أمام الطريق المسدود في 3 شهور يا صاحب الجلالة. لو كنت مكاني ماذا تصنع؟ من الغد سأكون في مكانك وسترى ما أصنع. معذرة يا صاحب الجلالة، فقد نسيت أمرا هاما كان أيضا وراء قرار المجمع. كيف نبرر للناس الذين يدفعون لنا الأموال ويبعثون الرجال تلو الرجال وهم يرون قادتكم يخطفون ليلا من بينكم، ولا يكتشف هذا إلا أثناء تناول طعام الغداء؟ أليست هذه مهزلة يندى لها الجبين وتنحني أمامها الرقاب؟ أكتفي بهذا. النجدة! النجدة! النار! النار يا صاحب الجلالة تتساقط على مقدمة المعسكر. ما هذه النار التي تتساقط على مقدمة المعسكر؟ من أين تأتي؟ من فوق أسوار دمياط. إنهم يقذفوننا بوابل لا ينقطع من قذائف النار الإغريقية. أرجو أن تجد لها حلا. نعم، أرجو أن تجد لها حلا مع إزالتك للطريق المسدود. كيف يسير مثلي وهذه النار تتساقط عليه وحوله؟ حنا حنا حنا، هيا أنت تعال يا صاحب الفخامة لأدلك على طريق لا تسقط عليه هذه النيران لتمضي عليه. من أنت؟ أنا مثلك، مللت الوقوف أمام الطريق المسدود، وإذا كنت ترى أن هناك أملا فأنا عكسك، لا أرى أي أمل على الإطلاق. لقد زرع هذا الأحمق حنة اليأس في قلوبكم. عفوا، لأن هذا الأحمق خالي. لست أقصد، أنا لا أعاتبك، ولكني أحببت أن تعلم أنه خالي، أو أبي كما تعودت أن أدعوه، مع أنه لم يرى بأسا من أن يرسلني إلى رجل آخر ليحرقني من أجل جريمة هو يعلم تماما أني لم أقترفها. أرى أن الأمور تتفاقم هنا دون أن تجد حلا. ومن أجل ذلك أقول إني لا أرى أملا في تخطي الطريق المسدود أمامكم يا أبناء الرب. هل تحب أن تعرف السبب؟ هل تعرفينه أنت؟ نعم، لأنكم أبعد الناس بأعمالكم عما يأمر به الرب. الله أكبر! لقد توقفت النار يا صاحب السعادة. كيف علمت؟ بوسعك أنت أيضا أن تعلم لو استمعت لهذا النداء. تستطيع الآن أن تمضي آمنا على نفسك، فذلك موعد صلاتهم يتجهون فيه إلى ربهم ليهديهم إلى الطريق المستقيم وإلى السلام. لماذا فعلت ذلك؟ فعلته بدافع من نفسي، وإني أتحمل مسؤوليته. لم نرفض جميعا ما يعرضه الملك عليك؟ بوسعي أن أواجه الجميع لأدافع عما اتخذته من قرار. لن تستطيع معهم شيئا. لم يبقى إلا القليل لينفجر بركان الغضب الذي يحاولون كتمانه.
امنحني فرصة مخاطبتهم في هذا الأمر. دعيني أصارحك، أنت تخاطرين بحياتك. إني أتقبل ذلك ما دمت مقتنعة بما أفعل. حسنا، سأدعوهم إلى اجتماع لتحدثيهم عما أقدمت عليه وتبرريه لهم إن استطعت. وأنت ما موقفك من هذا؟ في هذا الأمر لا تنتظري مني عونا. حتى إذا قتلوني بسببه؟ حتى هذا أيضا لا أستطيع لك فيه شيئا. يبدو أنك لم تدركي موقف إخوانك وقومك. ما الذي لم أدرك؟ هذا الترقب الدائم للخطر الذي يتهددهم في كل لحظة، يقضي على وجودهم على هذه الجزيرة، وهذا التوتر الذي أحاطه بهم أعداؤهم يقف عند حدود أن يكونوا أو لا يكونوا. كل هذا أعيشه معهم بكل نبض قلبي. إذا كان الأمر كذلك فلماذا تخرجين على قرار اتخذوه جميعا وكنت أنا وأنت معهم فيه؟ لا تتصوري أنني بصفتي أميرا لهم أقود نضالهم، أنني أسوقهم أمامي أو أمرهم أن يمضوا ورائي. لا، ليس الأمر بيننا كذلك، فأنا أسير معهم وليس لي أن أتقدم عليهم أو أتأخر إذا أجمعوا على أمر. أشكرك على ما قلت. إني أفضل أن أخاطبهم جميعا على أن أخاطبك وحدك. نبدأ بموضوع النار التي تأتيكم ليلا. هل حدث أن أطلقوها أثناء النهار؟ هل حدث أن أطلقوا هذه النار أثناء النهار؟ سيدي صاحب الفخامة، دعني أنقل إليك رأي زملاء الملوك والأمراء. نحن يصرون على أن نبدأ ببحث موضوع خاص بإنقاذ زميلين عزيزين خطفا بطريقة لم تكن في الحسبان. ومنذ تلك الليلة المشؤومة لا تمر ليلة واحدة دون أن نفقد رجالا منا عن طريق خطفهم. إننا لم نعد ننام يا صاحب الفخامة. هل عندكم أفكار لإنقاذهم؟ إذا كانوا في دمياط فأنتم أدرى بموقفكم أمامها. لقد حاولتم مرارا تسلق أسوارها فواجهتكم هذه النار وغيرها مما أحرق دباباتكم وقتل رجالكم. للأسف ليس عندي حل لهذه المشكلة. عندك الأموال التي تستطيع أن تفديهم بها، هذا هو رأينا جميعا. لا، إني أرفض هذا، لأن المجمع الكبير لم يبعثني إلى هنا لأفاوض العرب وأضع يدي في أيديهم كي أستجدئهم لإطلاق سراح أسيرين، ولم آتي إلى هنا لأمنحهم مالا يستخدمونه في حربنا. لا، لم آتي لهذا. نعود إلى النقطة الأولى، كيف نواجه النار التي تأتيكم منهم؟ هل يعني هذا أن نترك قائدين من خيرة قادتنا في قبضة أعدائنا يقهروا ويستذلوا؟ ولماذا لا تصنعون صنيعهم وترسلون رجالا منكم لإنقاذهم؟ فعلنا ذلك يا صاحب الفخامة، ولكن للأسف لم يعودوا. وماذا أفعل أنا وأنتم تواجهون الفشل في كل أمر تقدمون عليه؟ قلت لهم هذا يا صاحب الفخامة ولم يصدقني أحد. فلورا، إننا لا نهزل، ادخلي. لنرجي الحديث في هذا الموضوع ونتحدث في موضوع النار. يبدو أن صاحب الفخامة
قد وجد لها حلا فهو يلح في بحثها. نعم لقد وجدت الحل، واعترف لكم ان الفضل في التوصل لهذا الحل لم يكن ثمرة جهدي وحدي، ولكن شاركني فيه رجال مخلصون طلبوا عدم ذكر اسمائهم لانهم لا ينتظرون اجرا، ولكنهم يتوجهون بقلوبهم الى ما هو اسمى واعظم. لنستمع الى الحل. انهم يقولون اننا امام امرين، لانه اذا وجه العدو هذه النار نحو ابراجنا وبقينا في اماكننا لاتانا الموت من كل مكان، واذا نحن غادرنا اماكننا للحقتنا الفضيحه. وبعد؟ وانه لا منقذ لنا من كل ذلك الا الرب. من اجل هذا ننصح الجميع ان يخروا سجدا كلما صوب العدو هذه النار اليهم، وان نبتهل الى الرب جميعا لينجينا من شرها. اما الملوك والقادة فيكون ابتهالهم بترديد التالي: ايها الاله الطيب احفظ ذي شعبي. وبذلك ينتهي خطر هذه النار؟ ذلك يتوقف على حسن توجهنا إلى الرب وتصديق قلوبنا بما ندعو به. هذا أمر ضروري. خرجوا الآن إلى رجالكم بهذا الحل الموفق كي ننقذهم من أخطر ما يتعرضون له هنا. يكفينا حل هذا الموضوع في يومنا هذا. أفضل أن تحدثهم بنفسك صاحب القداسة لأنهم سيستجيبون لك فورا. تفضل، سأمر بجمع الجندي أمام خيمة القيادة. لا لا ليس الآن، أفضل أن ألتقي بهم غدا. لا لا ليس غدا، سأحدد أنا الموعد المناسب لذلك. مولاي أتيت بالأسرى الذين أمرت بإحضارهم إليك. هل ضايقكم أحد عندنا؟ لا أيها الملك، وجدنا من الجميع أطيب معاملة. عندنا تجدون في عقل كل إنسان كلمات خالدة لا تبلى أبدا في شأن من كان مثلكم. نريد أن نعرف هذه الكلمات أيها الملك. هذه الكلمات تقول: استوصوا بالأسارى خيرا. تلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى. قد عرفنا الآن سر هذه المعاملة. أنت أيها الجندي، هل وجدت الوليمة التي سعيت إليها؟ إنها ليست وليمة واحدة، إنها ولائم كثيرة أيها الملك. أحق ما يقول؟ نعم أيها الملك، هذا أيضا أمر الله لنا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وجدنا مصداق ذلك فيما قدم إلينا من طعام. الحمد لله الذي وفقنا إلى هذا. أيها الملك، ما عسى أن تربح من حبسنا عندك. إنها ليست صفقة ننتظر منها الربح يا هذا. فلماذا تحبسنا وقد علمت أن السجن بغيض إلى كل رجل حر حتى وإن كانت القيود والأغلال من ذهب؟ إنني أحبسك لأحفظ لك حياتك أولا، فأنت هنا آمن بيننا لا تصل إليك يد الشر. وهناك سبب آخر يحدثك عنه الفقيه فخر الدين. إننا نحفظك أيضا من لعنة الله وغضبه وعذابه الأليم. لماذا وأنا لم آتي إلا لأنشد رضاه وحبه؟ لأنك ستقتل في حربك رجالا مؤمنين، وجزاء من يقتل مؤمنا متعمدا هو ما ذكرت لك: اللعنة والغضب والعذاب الأليم الذي يخلد فيه. فإذا عاهدتك أيها الملك
على ألا أخوض قتالا وألا أرفع سيفا في وجه رجالك وأن أرحل إلى بلادي. هل ترى أن الأسباب التي تحبسني من أجلها قد سقطت؟ ماذا ترى؟ لقد أسقط الأسباب التي نحبسه من أجلها بهذا العهد. هذا شأنك يا مولاي، إن أردت أن تمن عليه فلك أجرك. وأنت هل ترى رأيه أيضا؟ وأنا أيضا أيها الملك أعاهدك كما عاهدك رفيقي على ألا أرفع سيفا ضدك، وأن أرحل فورا إلى بلادي، وأن أنفض يدي من هذه الحرب. هذا عهد رجال شرفاء؟ بل عهد فارس النبيل ينزه نفسه عن كل ما ينال من شرفه. وأنت أيها الجندي؟ سأبقى يا مولاي. على الرعب والسعة أمير الجيش، لقد نقص عدوك قائدين شريفين وجنديا، أيرضيك هذا؟ أفلح إن صدق. ماذا يعني؟ لا شأن لك، أطلق سراحهما وليبقى معنا من أرادنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. سيدي دعني أحيي هذا النبل والكرم والروح التي أملتهما والتي ذكرت أن مصدرها الله ورسوله. شكرا لك أيها الملك الكريم لعفوك الكريم الذي لم نكن ننتظره حتى من قومنا. اذهبا والله يرعى ما دخل قلبيكما من الخير. أريد أن أؤكد عهدي لجلالتكم مرة أخرى. حسبك، لقد عرفت وصدقت. إخواني، لأنه ليس من حق أحد أن يخرج عن طريق اخترناه جميعا لنمضي عليه، فقد جاءت أسماء لتوضح لنا لماذا قبلت العمل في القصر مع فريدريك بعد أن اتفقنا جميعا معها على عدم قبول هذا العرض. أيها الإخوة، إني أحمل ما تحملون وقلبي يمتلئ بما تمتلئ به قلوبكم. نحن الذين قدر لنا أن نحصد أسوأ ما فعل غيرنا بعد أن تفرقوا شيعا وجماعات، فمنهم من لجأ إلى العدو ليعينه على أهله وقومه، ومنهم من انطوى على نفسه لا يعنيه إلا أمرها، ومنهم من قال أنا ومن بعدي الطوفان. فاغتالتهم جميعا الفرقة والانقسام قبل أن يغتالهم العدو، وذهبوا لنكون نحن السطور الحزينة الذابلة في سجل حياة عاشت على هذه الأرض زاهرة. كلنا نعلم ذلك، وبعد قلت إن حياتي في خطر وإني يمكن أن أفقدها، أليس من حقي أن أقول كلمتي؟ دعها تتكلم بما تشاء يا أبا القاسم، تكلمي. شكرا، اسمحوا لي أن أتحدث قليلا خارج الموضوع. سأدعوكم أن تتخيلوا حالة أم أرضعت وليدها خصال الخير والشرف والفضيلة وحب الإنسان لأخيه الإنسان، وعندما نما ساعدت به لأنه يمضي على الطريق الذي أعدته له، وفجأة رأته ذات مساء يخرج من حانة بعد أن ثمل من كثرة شرب الخمر ليرتكب ما عاشت عمرها كله تمنعه عنه. سرق وقتل واغتصب. رأت في لحظة انهيار ما أقامته في سنوات طويلة. تخيلوا حال هذه الأم وابكوا من أجلها. ما شأن هذا بقضياتنا يا أسماء؟ ذهبت إلى قصر الإمبراطور لأخبره بما اتخذنا من قرار برفض عملي في قصره، وجلست منطوية أنتظر الإذن. فدخلت من هي في منزلة أمي ومعها بيلاغوس، دخل يتحدثان في سعادة لأنهما اكتشف أمرا يجعل الإمبراطور خاضعا لإرادتهما، وكانت الخمر هي الاكتشاف الذي يحقق لهما ذلك. جربته المرأة مرات فوجدت من الإمبراطور
خضوعا تاما لإرادتها. وفرح الرجل لأن ذلك يسهل له أمورا كثيرة كان الإمبراطور يرفضها. وهل عرفت هذه الأمور؟ نعم، كان أبرزها الاشتراك في الحرب الصليبية وإبادة العرب على هذه الجزيرة وتمزيق كل ما هو عربي عليها. فوجدتني يا إخواني دون قصد مني ودون إرادة أقول للإمبراطور إني قررت أن أكون بجانبه. ما عساك أن تصنعي وأنت بجانبه؟ فصون ما غرسته فيه، وأنت دون هؤلاء جميعا تعلم ما غرست وما شجعني عليه ملك مصر الملك الكامل. نعم نعم، نريد أن نعرفها. غرست فيه حب السلام، وأشهدته من حياتنا أن الإنسان يمكن أن يموت من أجل من أحبه. الحق يا إخواني ليس هذا بالشيء القليل. ومن قال لك إننا نستجدي السلام من أحد؟ ليس السلام الذي غرسته فيه هو السلام الذي يستجديه الإنسان، بل كان السلام بالكرامة الذي أمر به الله تعالى للحفاظ على كرامة الإنسان الذي خلقه وأبدعه. أريد أن أعلن هنا أن ذهابك معه سيقطع كل ما بيني وبينك. وهذا أخ آخر يتخلى عني. حسن، سأعود الآن إلى بيتي حتى تصدروا حكمكم، وأعاهدكم أن ألبي طلبكم لتنفذوا حكمكم في حتى ولو كان الموت.